هذا زعيمنا، زعيم الأهل السمنة كلهم وأهل طريق جديدة، يرجع محل ما كان أفضل له أفضل للبنان. لما راح سعد الحريري راحت البلد، ما بقى في بلد عنا شيء اسمه بلبنان، صار في مشاكل صار في حرب وصار في ما حدا عم بيطلع فينا بهالأيام. سعد الحريري شغلة وطنية ولازم كيف اللي بيو قدم روحه لهالبلد مفروض هالزلمة كيف، حرام يصير فيها. إن شاء الله يرجع ويرجع لشعبيته ولأهليته ويوقف جنبهم لأنه هن بحاجة له، لأنه بصراحة ما في زعيم سني قادر يمسك الطائفة. الرئيس سعد الحريري اليوم في بيروت لإحياء ذكرى استشهاد والده رفيق الحريري في 14 من شباط، لكن العين على طبيعة اللقاءات التي سيعقدها في بيت الوسط والتي من شأنها أن تحدد مصير عودته عن اعتكافه السياسي من عدمه. يعني إذا رجع الرئيس الحريري اليوم بده يعمل تسوية، أنا بسأل سؤال طبيعي كمواطن، قبل كل شيء ما عندي معلومات حول التسويات، ولكن الحكومة اللي بيرجع بيترأسها لأنه بيغيب بيجي على لبنان بس ما بيترأس حكومة، حتكون حكومة منو موجود فيها بالبيان الوزاري توقيف يلي المحكمة الدولية قالت انه قتل الشهيد رفيق الحريري؟ طيب اذا هو بده يتنازل عن دم بيه وحقه، ولكن الشهيد رفيق الحريري كان رئيس حكومة لبنان وفي حقوق مصانة دستوريا لما تركب لبنان موجودة بالدستور اللبناني لانه نحن مكون مؤسس بلبنان، فهيدي الحقوق ما جبنا إياها للرئيس الحريري ولا الرئيس الشهيد رفيق الحريري، هيدي ما حدا له حق يتنازل عنها. فأي تسوية بدها تركب على النمط القديم ليست بتسوية قابلة للعيش في لبنان. الحضور الشعبي الفعلي كان لما استشهد الرئيس الحريري، لما كانت الناس تنزل بلا ما حدا يدفع لها للنقل ولا حدا يجرب يحط لها بانويات حتى يقنعها. فاليوم حملات دعائية من وقت لتاني حتى نرجع نقول انه ليكو الشعبية وينية من ظابطة، خاصة لما بيكون معروف انه كل القيادات اللي موجودة بالسلطة هي اللي بدها الحريري يرجع، لأنه ضاعوا بعد ما طلع الحريري، ما بقى في حدا يقدروا يركزوا يستعملوه حتى يتنازلهم ويوقع لهم على أي تسويات ممكن يعملوها.